السلام عليكم ورحمة الله أخواني المشاهدين ومتابعي قناة أبو يوسف تكنو. اليوم راح نتكلم عن كيفية تحديث شاشات LG لأحدث برمجة وأحدث نظام. خطوات بسيطة فخليكم معنا في هذا الفيديو. بإمكانكم أيضا مشاهدة المزيد من الفيديوهات المفيدة عن كثير من المواضيع وخاصة عن الشاشات وعن كثير من التفاصيل والشروحات أيضا عن طريق زيارتكم لقناة أبو يوسف تكنو. بإمكانكم فقط الضغط على علامة القناة أو شعار القناة واختيار قسم فيديوهات، وإمكانكم رؤية عشرات الفيديوهات أيضا فيها شروحات العديد من المواضيع عن المفيدة وشروحات مختصة في تفاصيل شاشات وأجهزة الكونسول والألعاب كذلك. أول ما نبدأ نفتح قائمة الإعدادات، ثم إلى جميع الإعدادات، بعدها مباشرة نختار عام، ثم نختار حول التلفاز، ثم نختار التحقق من التحديثات، ثم تقوم الشاشة بالبحث عن أحدث سوفتوير موجود أو أحدث برنامج موجود للشاشة. رسالة جرى التحقق من وجود تحديثات. إذن لما يتعرض عليه تحديثات معناه أنه هذه الشاشة محدثة إلى أحدث سوفتوير موجود، لكن مع ذلك ممكنكم التحقق أنه الكثير سيجد أن هناك تحديث ولكن لم يقوم بتحديثه. أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة يمكنكم التواصل معنا عن طريق صفحات القناة على الفيسبوك أو على الانستغرام، وأيضا اكتبوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم إن شاء الله جاوبكم عليها بأسرع وقت ممكن. أشكركم على الاستماع وحسن المتابعة. أخوكم أبو يوسف.